السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية والبركة. اليوم عندنا حاوية للعراق وبيها مجال، اللي راح تشوفونه كله راح اصعده بدون زبائن، أي واحد يدفع فلوس انطيه اياها هي وبالطريق، تدفع الفلوس كاملة والبضاعة تقريبا، لأن اليوم الحاوية بالباب هسه راح اصور لكم اياها. البضاعة تقريبا تطولي لها تقريبا شيء 30 35 يوم مع الجمارك مع كل شيء. اللي راح يصعد أول شيء راح نصعد بوتات مختلط. بوتات مختلط راح أعطيكم الأسعار بالعراقي. خمسة آلاف دينار عراقي البوت، بخمسة آلاف دينار عراقي هذا أول شيء، خمسة آلاف دينار عراقي. إيش قدر راح أصعد بالحاوية ما أعرف. بوت مختلط هسه هاي صار 2 4 6 8 شو قه اسمه بن أصل قهوة وكذا أي شيء. وقال ايتشي كذا يلا نجيبها من ايتشي. يلا هاي هسه راح نصعدهم بالحاويه، هاي بدون زبون 5000 دينار عراقي. بيع كل الكميه، ايش قد حمل تاخذها كلها؟ يعني مو تاخذ خمسه او اثنين كرتون، بس احنا يمكن الحاويه تقريبا بعد بها مجال 30 كرتون. حاوية للعراق الزود ب 5000 دينار مال هذا البوت، ايش قد راح نصعد نسوي عليه اعلان بيع كل الكمية. هاي اول 10 كراتين، الكرتون ب 30 زود يعني هاي 300 زود. بيو كان هوما يلا خلينا نشوف بلاش قد راح اشيل الحاويه. الحاويه بيها مجال، راح اصعد بضاعه بدون زبائن للعراق، اي واحد يجي يدفع فلوس انطيه اياه دفع كامل. اول شيء صعدت 10 كراتين بوت الزود ب 5000 دينار. خلينا نشوف بعد شو صاعد. راح اوقف البث واعيده مره ثانيه وراح اكتب بالبدايه انه بضاعه بدون زبون حتى اللي يدفع فلوس ياخذها بالطريق. مع السلامه. نكي عايشة له من هولا طاقة بيده سرين هولا. هاي بعدنا جاي نصعد، صعدنا 10 كراتين وهسه راح ياخذ بعد. طبعا البوت مختلط، هاي موديلات وبعد بي موديلات. 5000 دينار عراقي. شوف البضاعة شلون حلوة، رجالي مختلط 39 إلى 44. البضاعة كلش حلوة لكن لا سامح الله إذا طلع عندك أي مشكلة بها أنا أتحمل مسؤوليتها. هذا مو بوت، الباقي كله بوت. القطع شلون حلوة، 5000 دينار عراقي. 5000 دينار عراقي، صعدنا 10 كراتين وهسه راح يصعد 10 كراتين. خلينا نشوف بالله ايش قد يصير المجموع. كله بوت رجالي مختلط، بيع كل الكمية، ايش قد راح اصعد بالحاوية تاخذهن كلهن. اليوم 20/4/2023 مدري 22. السلام عليكم ورحمة الله، اليوم 20/4/2022 لو 23 ما ادري نسيت السنة نسيتها. هذه الحاوية طالعة إلى بغداد، العراق يعني بصورة عامة. حملناه وبقى عندنا مجال، صعدنا بضاعة زيادة، صعدت بوت رجالي ب 5000 دينار عراقي بيع كل الكمية، حملت 10 كراتين وهاي 10 كراتين 600 زوج، خلينا نشوف بعد ايش قد راح يحتاجون، يمكن يحتاجون بعد 5 كراتين. يعني إذا يحتاجون بعد 5 كراتين تصير عندنا 25 كرتون، الكرتون ب 30 زوج، بيع كل الكمية، تدفع فلوسه كامل بالطريق وتوصل لك ورا 35 يوم، ليش 35 يوم؟ لأن هاي الحاوية جاهزة. مو تدفع فلوس وبضاعة بالمخزن اجهزها وانتظر تكمل، هي الحاوية راح تطلع هسه، فهسه بس تسد الباب باذن الله تعالى تطلع مباشرة. وشايفين الف خير، من يريدها بوت رجالي مختلط يجيني على الخاص على الواتساب حتى شنو حتى يدفع فلوس وخلاص. ها هي خلاص صعدنا 10 كراتين وهسه هاي 10 كراتين صار 20 كرتون، وهسه الموظف راح يجيب بعد يمكن بعد 5 كراتين تقريبا وتقبط الحاوية.
يعني صار عندنا 25 كرتون، كرتون بي 30 زوج قياسات مختلط، 5000 دينار عراقي تاخذ كل الكمية. ويوني من ينتقل يتشي ويونز ويبال يتشي هلا بو هلا بو هلا وين سوخن كواي الحمد لله والشكر جتي عدلة 25 كرتون، الكرتون بي 30 زوج، الزوج ب 5000 دينار بوت مختلط، هاي الحاوية قبطت ان شاء الله راح نسد الباب وتطلع لكم بالخير والسلامة، شايفين الف خير مقدما، مع السلامة. خلاص.